من الاكتشافات المهمة جدا في تاريخ البشرية هو اكتشاف القهوة وطريقة زراعتها وتطور زراعتها وصناعتها والثقافات المختلفة حول العالم في تحضير كوب القهوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنقول لحضراتكم ازاي اكتشفت القهوة وفين حتة وزراعتها والتقنيات الحديثة اللي وصلت لها القهوة لحد يومنا النهاردة. الاول كده تصلوا على النبي كده في كومنت وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناه لو مش مشتركين، وان شاء الله نقدر نفيدكم بمعلومه ولو بسيطه. مبدئيا كده العرب هم اول من اكتشفوا القهوه في العالم، يعني اول اكتشاف للقهوه في العالم كان في اثيوبيا. طبعا عارفين حضراتكم ان اثيوبيا دوله افريقيه في شمال افريقيا وتعتبر دوله عربيه ومسلمه. كان في راعي غنم بيرعى غنم في جبال الحبشة، طبعا زي ما احنا عارفين التضاريس هناك بتبقى فيها جبال عالية جدا وارتفاع مثلا ارتفاعها عالي جدا، وده المناخ المناسب للقهوة. فلقى الراعي راعي الغنم ده لقى ايه؟ لقى الغنم بتبقى نشطة جدا، نشاط ملحوظ لما بتاكل من شجرة معينة. الشجرة دي هو اكتشف ان الشجرة دي بتسبب نشاط جامد قوي للغنم بتاعته، فاخد من الشجره دي الحبوب بتاعتها اللي الغنم بتاكلها وبدا ياخد منها، فحس بالموضوع لقى ان فعلا ان الحبوب اللي من الشجره دي اللي هي حبوب القهوه اللي هو ما كانش يعرفها او وقتها، لقاها بتعمل نشاط مفرط، يعني بتعمل نشاط وبتدي له نشاط غير طبيعي. فبدا ياخدها ويحطها في ميه ويغليها في ميه ويشربها يعني ايه كمشروب كده، لحد ما طبعا الموضوع تطور وبدات من هنا القهوه تنتشر في شبه الجزيره العربيه لحد ما وصلت لكل العرب وبالذات في اليمن اللي هو المناخ اللي هو يعني حاجه مكان استراتيجي للقهوه في العالم اللي هو البن اليمني، لان التربه هناك والمناخ مناسب جدا لزراعه القهوه وزراعه حبوب القهوه اللي هي اليمن اللي طلع منها بقى القهوه لاوروبا عن طريق ميناء مخه او مكه زي ما بيقولوا عليه. طلعت القهوه لاوروبا وانتشرت طبعا من شبه الجزيره العربيه لحد ما دخلت اوروبا، وعن طريق التجار والحجاج والرحاله انتشرت القهوه في تركيا ودخلت تركيا من مكه لتركيا. وكان باسكو روزي اللي هو الراجل التركي اللي كان فاتح مقهى في لندن، دخلت القهوة عن طريقه طبعا للمملكة المملكة المتحدة اللي هي وفي لندن وفتح مقهى، ومن هنا برضو انتشرت القهوة في أوروبا. ومن هنا أصبح لكل دولة الثقافة الخاصة بيها في شرب فنجان القهوة أو تحضير فنجان القهوة. طبعا ظهرت القهوة المفلترة اللي هي بتبقى عن طريق ورق الفلتر اللي بيبقى محطوط مثلا في ابريق، بيبقى محطوط في اناء معين وبينصب عليه على القهوه، بنحط فيه ميه القهوه طبعا البن اللي هو بدرجه طحن معينه، وبينصب عليه الميه السخنه بدرجه حراره معينه برضو علشان تبقى القهوه المفلتره اللي هي منتشره حول العالم. وطبعا في طريقه تانية اللي هي التقطير اللي هي القهوه المقطره، وفي الطريقة العربية بتاعتنا اللي هي بتكون القهوة أو البن كله ممتزج في المية، مع المية بيتغلي كله وبعدين يتشرب كله كده زي ما احنا بنشربها في مصر مثلا وبعض الدول العربية، أو تتعمل بطريقة اللي هي بقى بداخلها مثلا التحويجة أو الحبهان وغيره. طبعا اختلفت الثقافات دي وكل بقى كل دولة ليها ثقافة، ومن الثقافات دي برضو القهوة الإيطالية اللي هي الإسبريسو لما اتعملت في الموكا بوت اللي هو بيتعمل بطريقة معينة، احنا عاملين له فيديوهات طبعا في القناة عندنا ممكن تشوفوها، ولحد ما اتطور لحد النهاردة اللي احنا بنشوفها في المكنة بتاعت الإسبريسو اللي بتنتج لنا فنجان قهوة إسبريسو بالطريقة اللي احنا بنشوفها، والمطاحن الديجيتال بقى والحاجات المتطورة جدا زي ما احنا بنشوف كلنا. طبعا القهوة العربية اللي هي بيقولوا عليها الأرابيكا المنتشرة طبعا في العالم كله والمعروفة، طبعا هي أفضل وأجود أنواع حبوب القهوة على حول العالم. طبعا في حبوب تانية اسمها الروبوستا وفي أنواع تانية أكتر، لكن الأرابيكا والروبوستا هم أكتر نوعين من حبوب القهوة اللي بيستخدموا في صناعة القهوة وزراعة القهوة. فالأرابيكا هي من أعلى الأنواع اللي ممكن
تشربها، لان فيها السكريات وفيها بقى الطعم الحلو وفيها الكافيين برضو بس بنسبه قليله. الكافيين اعلى في الروبوستا طبعا. الروبوستا طبعا ممكن تكون بتتزرع بقى في الدول اللي هي في امريكا وبعض الدول المختلفه زي الهند واندونيسيا. وفي طبعا طرق مختلفه لتجفيف القهوه او لحصاد القهوه، في ناس بتبقى بتستخدم طريقه الغسل، وفي ناس بتستخدم طريقه التجفيف، وناس بتستخدم الطريقة العسلية اللي هي بين التجفيف والايه والغسل. الغسل ده اللي هو بياخد القهوة بيقطف الثمرة من على الشجر وبعدين يغسلها، وبعدين لها مراحل كده لحد ما توصل ان هو يقشر القشر اللي هو عليها بتاع الكرزة. والفاكهة القهوة او حبوب القهوة هي حاجة مختلفة عن جميع الثمار اللي على وجه الارض. جميع الثمار بناخد اللي بره وناكله، واللي جوه بيبقى اللي هو الايه هو اللي بيترمي. الحبوب القهوه العكس، اللي بره هو المفروض بيترمي او بيستخدم في حاجات تانية مختلفه، واللي جوه حبايه القهوه اللي جوه هي اللي بتستخدم للشرب اللي هي بيتعمل منها فنجان القهوه. وفي حاجه اسمها القهوه المختصه والقهوه العاديه. طبعا في اشكال كتير وانواع كتير، واختلفت دلوقتي طرق زراعة القهوة وطرق صناعتها. القهوة المختصة دي اللي هي حاجة كده ايه ليفل واحد، يعني في ليفل 1 في الزراعة او في الحصاد، بتبقى حاجة كويسة جدا وغالية شوية. وفي ناس بدأت تأكل حيوانات معينة كده لحبوب القهوة، وبعد كده بياخد من الحيوانات دي القهوة علشان تبقى اغلى قهوة في العالم. عايز اقول لحضراتكم ان طرق معالجة القهوة وحصادها مختلفة كتير جدا، وفي ناس كتير قوي تطورت في الموضوع، حتى شبه الحاجات اللي احنا بنسمع عنها ان القهوة الغالية جدا اللي هي بارقام كبيرة بتوصل في الكيلو ل1100 دولار مثلا، وفي اكتر من كده طبعا. عايز اقول لكم ان الحاجات دي كلها تطورت القهوة لحد النهاردة علشان توصل للشكل ايه اللي احنا بنسمع عنه واللي احنا بنشوفه. وبتبقى قهوة مثلا، في قهوة شعبي اللي هي الرديئة، وفي القهوة المختصة اللي هي بتبقى غالية شوية لكن بتبقى فنجان قهوة يتشرب. وبعد ما عرفنا معلومات سريعة كده عن حبوب القهوة، يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو كده وتستنونا في نهاية الفيديو. بشكركم على المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم على خير ونقدم لكم معلومات كتيرة ونستفاد ونفيد الناس، وربنا يا رب يسعدكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.